أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء خاص. ضيفنا اليوم شخصية حكومية لها العديد من المواقف المشرفة، امتازت بالديناميكية والشجاعة، وأيضا الحديث في الوقت الذي امتنع فيه الكثيرون عن شرح ما يدور في الشارع أو في رقعة السياسة. اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء بمعالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني. أهلا وسهلا مع الوزير. حياكم الله أستاذ أحمد، وأنا سعيد أن أكون اليوم معكم هنا في استديوهات قناة بلقيس في إسطنبول، طبعا على أثر حضورنا الافتتاح الكبير لمطار إسطنبول الدولي الجديد الذي حضر أكثر من 50 وفد لزعماء ورؤساء حكومات ووزراء وفود من كل أنحاء العالم. على ذكر المطار والافتتاح، ما هو وضع المطارات اليمنية؟ باعتبار أنكم وزير النقل وهناك العديد من المطارات التي معطلة أو ربما تعاني من العديد من الإشكالات. هو الحرب تقريبا أتت على البنية التحتية للبلد بشكل كامل. هذه البنية التي هي ليست على ما يرام من قبل الحرب، لكن تم العمل على تأهيل ولو في الحدود مقبولة لمطاري عدن وسيئون لكي يكونا المنفذين الوحيدين اللذين يشتغلان حتى اللحظة. طبعا يؤديان دور مهم جدا وهما نافذتنا على العالم. لا زال العمل جاري في تأهيل المطارات الأخرى مثل مطار مأرب ومطار عتق في محافظة شبوة، ولازلنا نأمل أن يستكمل الأخوة بالتحالف تأهيل مطار الريان في حضرموت ليعود للعمل، كذلك مطار الغيضة شبه جاهز لولا تأثير الفيضانات والأعصار الذي حصل مؤخرا. وعلى العموم نحن الآن نشتغل على إعادة هذه المطارات للعمل، لكن التوسعة والترميم والتأهيل الكامل سيتم بعد انتهاء الحرب ضمن برنامج إعادة الإعمار الشامل. هل تسيطرون فعليا على هذه المطارات؟ نحن ندير هذه المطارات فنيا وإداريا، إنما السيطرة الأمنية والعسكرية طبعا للإخوان في التحالف وخاصة الإخوان الإماراتيين. طيب، كان هناك إشكال، ربما أنت أصدرت قرار بتعيين مدير لمطار عدن قبل أكثر من عام ونصف وتم إسقاط هذا القرار، ما هي الأسباب؟ هذا الموضوع لا ينسحب فقط على مطار عدن، لكن ربما عدد من المطارات الأخرى أو حتى المرافق هو الأخرى. في إشكالات إدارية في كل المرافق وخصوصا في هذه المرحلة، هذه مرحلة تتداخل فيها أمور كثيرة. كنا قد عينا مدير جديد لمطار عدن الدولي على أثر وصول المدير السابق أو المدير الذي هو مستمر حتى اللحظة للتقاعد، سن التقاعد. فمن الناحية الإدارية والفنية العادية، لما يصل أحد المدراء أو الموظفين إلى سن التقاعد أوتوماتيكياً يتم استبداله بأحد موظفي المطار، وهذا ما تم من قبل الأخوان في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وأنا أصدرت القرار. لكن يبدو أن اللحظة كانت في محافظة عدن ليست مهيئة لاستقبال مثل هذا القرار، وكانت فيها تحفظات على أنه هذا المدير هو من محافظة عدن وعدن تستحق الرعاية والاهتمام، وموضوع التقاعد عموما في هذه اللحظة هو تقريبا مجمد. طيب، ماذا عن القرارات الأخرى في موانئ البحر العربي أو في ميناء عدن أيضا وفي غيرها من القرارات التي ربما لا تعجب الكثير، أن يقوم وزير بإصدار عدد من القرارات ومحاولة كسر الجمود الحاصل؟ هو عندنا نحن في وزارة النقل ربما تقول في فيدرالية من زمان، نعم، خصوصا في الشؤون البحرية. هناك هيئة موانئ البحر الأحمر وتضم موانئ حجة والحديدة وتعز، هيئة موانئ خليج عدن وتضم لحج وعدن وأبين اللي بهذا المحيط الجغرافي، وهيئة موانئ البحر العربي اللي هي موانئ شبوة وحضرموت ومهرة وسقطرة.
عيننا احد المسؤولين في النقل من شبوه الكنائب لرئيس مؤسسه موانئ البحر العربي، وكان هناك في ردة فعل من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبعض التجمعات الجغرافية، وكان هذا الرد الفعل متوقع منهم باعتبارهم لديهم موقف سياسي ولديهم موقف في على جميع الأصعدة من الدولة ومن مسؤولها من مسؤوليها جميعا. استغربت أنا موقف المحافظ، لكن هذا الموضوع في إطار المعالجة وهو سنحل هذه الإشكالية، والأخ المحافظ بالتأكيد سيتفهم وضع وتركيب المؤسسة. هي ليست مؤسسة تتبع محافظة حضرموت، ولكنها مؤسسة للأربع المحافظات كلها. على هذا المنوال أيضا ميناء عدن، وهو الميناء الأشهر والأكثر أهمية في المنطقة بشكل كبير، أنتم عمليا لا تسيطرون عليه ولا تستطيعون حتى تعيين مسؤولين للإشراف عليه ولا حتى إدارته. إذا ماذا بإمكان أن نقول، ما هو التوصيف الحقيقي لوضع الوزراء الذين لا يستطيعون تنفيذ أي مهام لوجود عوائق سياسية، عوائق مناطقية وغيرها من الأسباب؟ لا، هو الموضوع لا نستطيع أن نوصفه بهذه بطريقة السؤال التي أوردتها. ميناء عدن نحن نسيره من الناحية الفنية والإدارية ومسؤولين على إداراته وقطاعاته. نحن من الناحية الأمنية لا نسيطر على الميناء طبعا، هذا أمر معروف وواضح منذ تحرير عدن من الحوثيين. حاولنا وعبر إدارة الميناء وعبر المسؤولين في مؤسسة موانئ قليجة عدن أن ينسجوا علاقة طيبة مع قيادة التحالف في عدن لتخطي كثير من المشاكل الحاصلة، وهذا تم بالفعل. الإشكالية هي في آليات الرقابة والتفتيش التي تشتغل الآن والتي تم تصميمها في بداية الحرب من قبل أشقائنا بالتحالف. هذه الآليات يعني يحصل في تأخير للبضائع، في تأخير للسفن للدخول للميناء، نحتاج إلى متابعة للتراخيص ونحتاج إلى جهد في هذا الاتجاه. طبعا هذا يؤثر إلى حد ما على الحركة. السيطرة الأمنية فعلا الأخوان المسيطرين يعني الميليشيا التابعة للانتقالي بالتوجيه وإشراف من القيادة الإماراتية في عدن. نحن نأمل في هذه اللحظة أن يكون هناك انفراج، وأعتقد أنه الوضع يسير في إطار الانفراج إذا صلحت النوايا. نعم، لأن الوضع لم يعد يحتمل هذه المراوحة بين الدولة ولا دولة. هذه المراوحة لأنه تأثر الناس، تأثر الشعب مجملة، هذه منافذ استراتيجية للبلد كلها، وخصوصا وضع الميناء الحديدة لم يعد كما كان في السابق. ميناء عدن ميناء استراتيجي، ميناء مهم يعتمد عليه كل أبناء اليمن في كل محافظاتهم من صعدة إلى حضرموت. فلذلك يجب أن لا يقوم طرف بتعطيل العمل في هذا الميناء أو في ذاك، طيب في هذا المطار أو في ذاك، من أجل أن نخدم الناس. نعم، مع الوزير الجانب الإماراتي ربما أكثر من رئيس يصدر توجيهات بمنع دخول البضائع، بتحديد نوع معين من البضائع، بالحد من حركة التجار. هناك شكوى واسعة من عدد كبير من التجار، يعني أنه لا يستطيع إيراد إدخال بضائعهم من ميناء عدن، وفي نفس الوقت لا توجد أي تسهيلات. ما هي الصفة القانونية التي تمنح الجانب الإماراتي السيطرة أو تحديد ما يدخل البلد وما لا يدخل؟ هو في قائمة بمواد عديدة
تم إبلاغ المنافذ البحرية والمطارات والمنافذ البرية حتى بأن هذه مواد ممنوعة. التفسير أنه هذه المواد يمكن تدخل في الصناعة العسكرية أو يمكن استخدامها من قبل ميليشيا الحوثي في الحرب الدائرة حاليا وتؤثر على مسرح العمليات بطريقة أو بأخرى، لكن يبدو أن التوسع في هذه القائمة صار أكثر مما يجب، وهناك مواد ليس لها أي علاقة بالعمل العسكري. نعم طبعا تتعطل مصالح، تتعطل تجارة البعض من رجال الأعمال اليمنيين، تتعطل مصانع نتيجة هذه الأمور. فنحن نطالب ولازلنا نطالب ونتمنى من الأشقاء أن يلبوا دعوتنا بتعديل الآليات هذه وأيضا إعادة النظر في هذه القوائم، لأن الاقتصاد هو منظومة متكاملة، إذا تأثر جزء منه تتأثر المنظومة كلها. طيب على ذكر هذه القوائم، هل تعد بالتعاون مع الحكومة الشرعية أم أنه يتم فرضها؟ وما هو رأي يعني حتى المجتمع الدولي خاصة الدول الراعية للتسوية والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق حتى هناك مواد تتعلق بالأسمدة بالأدوية بما إلى ذلك حتى بالصناعة الدوائية؟ نحن كوزارة مشرفة على الموانئ وعلى المطارات وعلى المنافذ البرية لم يسألنا أحد، لا أدري إذا ما تم سؤال أي طرف أو جهة أخرى داخل الحكومة أو الدولة بشكل عام، لكن نحن كجهة مسؤولة في هذا يعني لم يسألنا أحد. المجتمع الدولي، أنا اجتمعت بخبراء اللجنة الدولية للعقوبات في عدن في شهر تموز يوليو الماضي، فسألوني عن وظيفة مكتبنا في الرياض، مكتبنا الذي ينسق عملية الحصول على التراخيص للسفن وللطائرات وللشاحنات البرية اللي تدخل في المنافذ، أنه أنتم دولة ذات سيادة، فلماذا يوجد هذا المكتب ولماذا توجد هذه الآلية؟ قلنا لهم بإمكانكم توجيه هذا السؤال لشقائنا بالتحالف. نعم. هذا موضوع ارتبط بالحرب وتم العمل عليه منذ بداية الحرب. أنا لفترة في الحكومة ليست بالطويلة، لذلك ليس لدي خلفية عن كيفية صنع مثل هذه الآليات ومدى جديتها وجدواها. نعم. باعتبار أنه الصواريخ الحوثية لا زالت تضرب في مناطق الشقيقة المملكة العربية السعودية. نعم. حتى اللحظة، يعني أنه كل هذا المنظومة من الرقابة والتفتيش والتراخيص ما إلى ذلك لم تمنع العمل العسكري الحوثي المضاد من الضرب في سواء في العمق السعودي أو في الجبهات المختلفة داخل اليمن نفسها. نعم. طيب أنتم كنتم من أوائل الوزارات التي دشنتوا عملكم داخل العاصمة المؤقتة ولديكم مقر، هل لديكم إمكانية في البقاء بممارسة مهامكم في عدن، خاصة لاحظنا أنه كان هناك منع لعدد كبير من الوزراء وأنتم على رأسهم حتى من الإشراف على الموانئ أو حتى زيارة المناطق التابعة أو الواقعة تحت سيطرة أو يفترض أن تقع تحت إشراف وزارة النقل؟ هو نحن واقعين في إشكالية التنسيق. نعم. الأخوان خصوصا الإماراتيين والأخوان بمعنى الأشقاء، يعني مش لها أي تفسير آخر. نعم. الأشقاء الإماراتيين ساهموا مساهمة فعالة ويجب أن نعترف بذلك وأن نشكرهم في تحرير عدن، والآن يساهمون إلى حد كبير في الساحل الغربي، لكن
الوضع الذي وجدوا عليه الواقع حينها تقريبا كانت الدولة شبه غائبة باعتبار الدولة انهارت بعد سيطرة الحوثي على صنعاء. بدل أن يقوموا بإعداد مؤسسات الدولة وإعادة تأهيلها ودعمها للإشراف ولتسيير حياة الناس ولتطبيع الحياة في المناطق المحررة، للأسف ذهب الحال في اتجاه مغاير. إنشاء مؤسسات موازية بالسياسة وبالأمن وبالعسكرة، وهذه أصبحت عائق للدولة التي قامت الشرعية بقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وبقية الأخوان بالنائب ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم، يعني أسسوا بكل جهد وبكل مكابدة ومعانا إعادة تأهيل أجهزة الدولة في هذه المناطق المحررة. لكن بدل أن يكون وجود الأشقاء داعم ومساند وحافز للتطوير ولجعل هذه المناطق نموذج، صار الوضع يعني مختل تماما بوجود هذه الأجهزة الموازية. نحن أنا ليس لي موقف من الإمارات العربية المتحدة وهم أشقاءنا وإخواننا ووقفوا معنا وساعدونا، لكن نحن نريد أن نعدل الوضع القائم حاليا، لكي مثلا أنا في وزارة النقل أريد الإشراف الكامل والمباشر على كل مؤسسات النقل ومرافق النقل وقطاعات النقل، بحيث أنا أستطيع أن أنفذ الخطط، أن أعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة للعاملين للموظفين للعمال وإصلاح هذه المؤسسات وتطويرها. وجود بعض العوائق خصوصا ما يتعلق لأنه إذا لم تكن لك سيادة على هذه الغرفة لن تستطيع أن تفعل ما ترغب به، والسيادة تتعلق بموضوع الحماية. الحماية للموانئ حسب القانون الدولي يقوم بها خفر السواحل، لكن عندنا يعني تقوم بها جهات أمنية أخرى حتى هذه اللحظة يعني لا زالت ذات ولاءات مختلفة. نعم، هذا يضعنا أمام سؤال جوهري مفصل يجب يفترض أن الحكومة أجابت عليه أو حتى التحالف. ما الذي تريد الإمارات تحديدا من هذا استمرار هذا السلوك؟ هل هي لا تثق في الحكومة الشرعية؟ هل لديها مشروع آخر؟ ما الذي تريده بالضبط؟ الإمارات وتحت مبرر محاربة الإرهاب أنشأت التشكيلات العسكرية هذه المختلفة، وكل الناس باركوا أن يحارب الإرهاب، لكن يجب أن تكون هذه المؤسسات جزء من الدولة، وإلا سندخل في وضع مختل وستكون عندنا دول داخل دول. نعم. مهما كانت النوايا طيبة وحسنة، إذا لم يكن المركز السياسي المركز القانوني مركز القوة هو الدولة في البلد، إذا نحن نأسس لواقع ميليشياوي سيعود بالضرر الفادح على البلد أكثر مما يتخيل البعض. معالي الوزير، فيما يتعلق بالإرهاب والحديث عن الدور الإماراتي في الحرب على الإرهاب، لاحظنا تقارير نشرت عن استخدام الإمارات لقوات أو تحالف مع ميليشيات مسلحة قريبة من القاعدة، استعانتها بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيالات، وبالتالي هذه شماعة الحرب على الإرهاب سقطت، ويفترض أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة وموقف من المجتمع الدولي. من يقوم بالإرهاب يعني هو من يقوم بتنفيذ الاغتيالات، هو من يقوم بالاعتقالات والإخفاء القسري لآلاف اليمنيين. كيف نفهم أن من جاء لحرب الإرهاب أن يستخدم الإرهابيين في حربه ضد اليمنيين؟ أنا لا أريد أن أدخل
كثيرا في هذا الموضوع، لأنه في تداخل وفي إشكالات متعددة. نحن نريد أن نخلق جو طبيعي مع الأخوان الإماراتيين لكي نساعد شعبنا الذي يحتاج منا في هذه اللحظة إلى كل مساعدة. مع ذلك قتل الناس أما في جمعيات خيرية أو قضاة مساجد أو حتى عسكريين، يعني هذه الظاهرة تدل على خواء وفراق وعلى دموية، خواء وفراق من ناحية، ولكن دموية وحشية من يقوم بها، من يقتل هؤلاء الناس المسالمين الذين لا يحملون السلاح. هو يؤسس لما هو أشد أنكى من الإرهاب. نعم. ونحن لا نريد أن نسمي أحد في هذه اللحظة، لكن بالتأكيد شعبنا ليس غبيا وسيعرف كل التفاصيل، ولن تستمر مثل هذه التصرفات، لأن القتل الدم يجر إلى الدم والنار تجر إلى النار، ونحن لا نريد هذا المسلك وهذا السلوك. معالي الوزير، يعني هناك أشياء واضحة، من يسيطر على الأرض، من يسيطر على الأجهزة الأمنية يفترض أن يوفر الأمن أو يتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية تجاه هذه المسؤولية. إما وجود الدولة وتتحملها، يتم تسليم أجهزة الدولة الأجهزة الأمنية للدولة وتشرف عليها، أو أنها تتحمل بشكل واضح التحالف والإمارات بشكل واقعي. ألم يكون هناك مطالبات من الحكومة الشرعية باستلام الملف الأمني كاملا في عدن؟ وهل لدى الحكومة أصلا القدرة على استلام مثل هذا الملف؟ لدينا وزارة للداخلية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ذهب إلى أبوظبي، وكان هناك في أمل كبير، كان في وعود بأنه كل هذه الأجهزة الأمنية سوف يتم توحيدها. نعم. وتكون تابعة للدولة. إنهاء هذه الإزدواجية الموجودة في هذا المكان أو ذاك، ولكن لا أدري إلى وين، إلى أين وصلوا، وهل الكلام الذي طرح في هذا الاتجاه في طريقة إلى التنفيذ، أم إنها لا زالت وعود؟ يعني هناك من يرى أن حديث أو تصريحات الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قبل أبو ظبي هي تختلف عن تصريحاته بعد زيارة أبو ظبي. هل يتم إعطاء جرعة مخدرة، يعني أقصد الجرعة من الوعود التي أو التأجيلات أو المساومات من في الملفات الأمنية بالذات؟ أصلا هذا الملف لا يحتمل، هناك أرواح تزهق، هناك مسؤوليات تبنى، هذه عاصمة مؤقتة للبلد، يعني تحسن الوضع الأمني فيها ينعكس بالتأكيد على كافة المناحي الحياتية. الأستاذ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ليس فيه أي في إداء مسؤولياته، في إرادته، في ثبات موقفه، ليس هناك أي شك على الإطلاق أبدا. ولكن الأستاذ أحمد الميسري يواجه واقع معقد، واقع ملغوم، واقع تتشابك وتتداخل فيه أمور كثيرة. نعم. هو أيضا لا توجد تحت يده قوات كافية يستطيع أن يفرض بها هذا الأمن هنا أو هناك. يعني هو يبني الآن، يحاول أن يبني، يحاول أن يصحح، ولا يريد أن يدخل في صدام أو مواجهة مع طرف هنا أو طرف هناك، لن تخدم المواجهة والصدام المصلحة العامة. نعم. إنما نحن نثق ثقة كاملة في أخونا العزيز الأستاذ أحمد الميسري، وبالتأكيد هو سيقدم الكثير والكثير. نعم. لكن علينا الانتظار، المسألة تحتاج إلى وقت،
والعمل بالسياسة لا يأتي حسب النوايا ودفعة واحدة، نعم. لابد من تحريك الأمور، وبالتأكيد النتائج في مجال الأمن أنا يعني لدي إحساس أنه الأمور بتتحسن. فيما يتعلق بمجال الأمن وربما تبعية الأجهزة الأمنية وكذلك القيادات العسكرية، هذه ملفات سنناقشها لكن بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني. على مدار الساعة نكون معكم، نجتهد في نقل الأحداث من الميدان لنعيدها إليكم. منكم نستمد وجودنا ونسعى لأن نبقى في صدارة اهتماماتكم لنصنع فارقاً في مستقبلنا جميعاً. خلف كل خبر قصة، وراء كل صورة حكاية، بين السطور يتوارى الكثير من الألم، ونحن نستمر في نقل التفاصيل إليكم لنبقى في صدارة اهتماماتكم ولنوصل أصواتكم لكل العالم. تتنوع برامجنا تبعاً لاهتماماتكم، هدفنا الوصول لكم والتعبير عن همومكم وتطلعاتكم. نعمل على إيصال أصواتكم ونؤمن بأنكم تستحقون المزيد. نحن هنا لأجلكم، هكذا كنا وسنبقى كذلك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. نعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني. أستاذ صالح، كنا تحدثنا عن الأجهزة الأمنية وكيف يتم إدارتها. لاحظنا في عدن ما زالت أحداث يناير المشؤوم الماضي عندما قامت القوات التابعة للميليشيا الانتقالي بالانتفاض والسيطرة على مؤسسات الدولة وربما حتى الاعتداء على معسكرات الجيش والأمن، وهذا السلوك العدواني ضد مؤسسات الدولة من يخدم؟ أليس هناك تكرار تجربة الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014؟ نحن تحدثنا في حينه عن هذا الفعل الذي قام به ما يسمى المجلس الانتقالي، طبعا معروف الدافع والداعم. لا نريد أن نكرر الحديث حول هذا الأمر. كنا تمنينا أن الأخوان في هذا المجلس أو التيار كانوا استفادوا مما جرى، عملوا تقييم وتوصلوا إلى نتيجة أنه هذه الأعمال الصبيانية الطائشة، أعمال القتل، الأخوة لهم جنود بسطاء، نعم، في معسكرات ليس لديهم حتى مرتباتهم لا تصل على مواعيدها، ودفعوا بكتائبهم لقتل هؤلاء الجنود البسطاء وهم يدركون أن الوضع السياسي لا يسمح لهم بإسقاط، نعم، الحكومة الشرعية ستبقى شرعية وقيادة للبلد، نعم، حتى الوصول إلى التسوية أو هزيمة الحوثي. لكن البعض مدفوع بعواطفه المنحرفة للأسف الشديد، مدفوع بأوهامه، نعم، مدفوع ربما حتى يعني نقول عمالة أو ما شابه ذلك. فكنا نتمنى أنهم قد وقفوا مع أنفسهم وقيموا الأمور وأقتربوا من أشقائهم، نعم، نحن أخوة، الوطن وطننا جميعاً، لا يمكن لطرف أن ينفرد ويفرض ما يريد بالقوة العسكرية، نعم، لكن بدل الاتجاه بهذا السلوك الإيجابي يظلوا يصعدوا. كان هناك تصعيد في أكتوبر، نعم نعم، دعوة لإسقاط الدولة، ظلوا يصعدوا ولولا موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية لانفجرت الحرب من جديد. نعم، طبعا الشرعية لديها تعاطف شعبي، والناس الذين شاهدوا الدماء التي أريقت في يناير كانوا سلاحهم حتى بدون ما يكونوا في مؤسسات عسكرية، لأن الناس بتدافع عن شرفها، بتدافع عن بيوتها. نعم، الشرعية من هم الشرعية؟
هم أهل هذه البيوت في عدن، وهم أهل هؤلاء الأسر، وهم أبناء البلد. أنت حينما تعرض أمن الناس، أمنهم الشخصي وأمنهم الاجتماعي للخطر، يستفزون وسوف يدافعون جميعا، وسندخل في حرب. والمصلحة من كانوا يطرحون الشعارات الكاذبة حول التصالح والتسامح ودم ما أدري من على ما أدري من حرام. نعم، يعني دم المسلم على المسلم حرام. دم المسلم على المسلم حرام. لا، هم يقولوا دم الجنوبي. الجنوبي. وكان الدماء الآخرين مباح. حتى الشعارات مش يعني تفتقد للإنسانية، يعني شعارات عنصرية مع الأسف الشديد. فلذلك نتمنى أن يكونوا قد استفادوا الآن من تجربة أكتوبر بدون التهديد. هؤلاء يطلقون التهديد اليوم وبكرة وغدا. أنت لما تهدد شريكك في الوطن، أنت بالتالي تهدد نفسك. أنت تزرع لغم، أنت تزرع قنابل، وهذا القنابل ستنفجر فيك. ونحن في عدن المحافظات الجنوبية من 67 ونحن نزرع هذه الألغام والقنابل وتنفجر فينا مجددا. وكأن لا يوجد رجل رشيد يقول كفى. كيف نفهم التوريفة العجيبة في تشكيل المجلس الانتقالي؟ تحالف مناطقي على تحالف سلفي على تجمعات يعني ربما جزء من النظام السابق، جزء من هذه التوليفة تدعي تمثيل الجنوب. هل فعلا هناك وهذا وجه هذه التوليفة هي وجه الكذبة في مسألة ادعاء تمثيل الجنوب. حتى الحراك الجنوبي الذي ناضل 10 سنوات وساهم في إسقاط نظام علي عبد الله صالح ليس موجود إلا بمجموعة من الفوضويين الذين قد استخدم بعضهم علي عبد الله صالح. هؤلاء اللي يزايدون اليوم لديهم بعض المؤسسات. كان أحمد بن بريك هناك كشفت وثيقة أنه على التواصل والاتصال مع الحوثيين حينما كان محافظا لمحافظة حضرموت، وكان الوثيقة تقول أنهم على اتصال وأنه على استعداد للتعاون معهم. اليوم لم نجد موقف واضح من المجلس الانتقالي تجاه الحوثيين وتجاه الانقلاب، بالعكس موقفهم منصب ضد الحكومة الشرعية وضد الرئيس هادي. لا، هم يتقاطعون مع الحوثيين في عدة نقاط، يعني عدائهم للحكومة الشرعية، موقفهم من اليمن الاتحادي، موقفهم من قرارات مجلس الأمن الدولي، موقفهم من الرئيس عبد الرب منصور هادي. هؤلاء يتقاطعون تتقاطع مصالحهم هنا، وحتى مع إعلان المجلس إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي، الإعلان في أكتوبر عن ما يسمى بالمجلس الانتقالي السيطرة على المؤسسات. نعم، الحوثيين باركوا. و ما دام هذه القنوات مفتوحة يعني وهذه المباركة موجودة، أكيد في قنوات مفتوحة أقصد. شوف، نعم. هل هذا جزء من المشروع اللي يعني تفتيت اليمن ومحاولة إنشاء قوة توازي قوة الحوثي في الجنوب وفي الشمال، وبحيث يكون المجلس الانتقالي الموازي للجنوب، وبالتالي يفشل مشروع الدولة الاتحادية، تفشل مشروع الدولة الست الأقاليم؟ هو هذا المجلس يطلق الكثير من الشعارات والوعود الكاذبة حول الجنوب وما أدراك ما الجنوب. اليوم الجنوب هناك في مساحاته الشاسعة خيارات أخرى. نعم، ومتعددة. إذا كان النخب تنشأ على أساس قبلي والأحزمة الأمنية تنشأ على أساس قبلي ومناطقي، كيف سيؤسس هذا المشروع وطني؟ نعم، هذا كذبة كبيرة. هم يخدمون مشروع، هم يخدمون مشروع معين، وهذا المشروع ليس له علاقة بالمشروع الوطني الشامل، حتى المشروع الجنوبي. نعم، ليس له علاقة. لاحظنا كيف فشل المجلس الانتقالي في المهرة، كيف رفض في المهرة، رفض في حضرموت، رفض في شبوة، رفض في عدد كبير من المناطق. هل هذا يكشف عن وعي لدى الشارع الجنوبي، أم أن
الناس لم يعودوا تكفيهم الشعارات الزائفة؟ هو شوف بعد يناير في بداية تأسيس هذا المجلس كان هناك في نوع من يعني الناس اعتقدوا أنه سيشكل شيء، لكن بعد الحرب في يناير أصبحوا أقلية، والحاضنة الشعبية المحدودة التي كانت معهم حتى انتهت. الآن هم يعتمدون على الميليشيا، العضلات، نحن بنعمل، نحن بنسيطر، قواتنا جاهزة. هم دعوا الانتفاضة في أكتوبر، نعم، ولم يخرج مواطن واحد. كانوا اجتمعوا العسكر التابعين لهم على أساس بنسيطر، يعني أحلام القوة وأوهام أوهام الأحداث القديمة، نعم، التي فعلها هؤلاء أنهم سيعودوا بها مجددا. هذا الأمر لا يمكن أن ينجحوا فيه، عليهم الذهاب بسلوك مختلف تجاه أشقائهم في الوطن، في الوطن اليمني، نعم، كله، ولا أقصد الجنوب ولا أقصد عدن. الانفتاح فليحملوا شعاراتهم، تحول إلى حزب سياسي، ليحملوا شعاراتهم، وإذا أيدهم الشعب لا مانع، لكن أن يفرضوا إجندتهم بالقوة العسكرية كما قلت هم يأسوا للتناحر، يأسوا للحروب قادمة، ويأسوا لتشظي البلد، ويأسوا المشاكل لا لها أول ولا آخر. كما تقول الأفعال أن المجلس الانتقالي ربما هو مجرد أداة بيد الأطراف اللاعب الأساسية في التحالف، لكن كيف بالإمكان أن نفهم سكوت الحكومة على مثل هذه الممارسات، سكوت الرئاسة، بقاء الرئاسة والحكومة خارج البلاد؟ هذه موضوع ربما هو أصل قضية السيادة، هو أن يمارس الرئيس والحكومة والمسؤولين عملهم من داخل العاصمة المؤقتة للبلاد. شوف أبا، أريد أن أكون صريح معك، وأنا قلتها عدة مرات داخل الحكومة وخارج الحكومة، أنا إذا لم أدافع عن القضية الوطنية فوجودي في الحكومة هذه مثل عدم. أنا لست حريص أن أكون موظف صراحة، إن إذا كان وجودي بيخدم القضية الوطنية في هذا المكان أنا مستعد أساهم وأدفع حتى حياتي. ولذلك أنا لازلت وسأستمر في طرح الهم الوطني بغض النظر يرضى هذا الجانب أو يغضب، ترضى عني الشرعية نفسها اللي أنا أنتمي إليها أو تغضب لدواعي سياسية ودبلوماسية. نحن سئمنا من المناطق الرمادية بصراحة، لابد أن نواجه الحقيقة، لابد أن نواجه الحقيقة. إذا كان الحكومة ستعود إلى عدن وليس هناك من يحميها وتتحول إلى رهينة في المعاشي، نعم، إيش الفائدة من هذا الكلام؟ ظلينا نطرح أنه لابد من توحيد هذه الأجهزة الميليشياوية مع الجيش الوطني ومع قوات وزارة الداخلية لكي تصبح الحكومة هي القوة السياسية القانونية الوحيدة لكي تستطيع أن تدير حياة الناس، لكي تستطيع أن تقدم الخدمات للناس، تعال الناس، مرض المرض الجرح، المرضى الجرحى، المكلومين، الجائعين، الذين يعيشون على شفا المجاعة، هناك عندنا مشاكل ليس لها أول ولا آخر، ومفروض كل جهدنا يذهب لمساعدة هؤلاء الناس. البعض يقاتل من أجل السلطة، لا يريد إلا السلطة. طيب أنا سأعود عدن، أنا سأعود يعني هذا الأسبوع إلى مدينة عدن. عندما أعود والوضع الأمني ليس منضبطا وليس جيدا، وعمليات الاغتيال والقتل مستمرة، البلد منفلت وعدن تحولت إلى هذا الشكل، يعني مسألة نحن نشتغل بصراحة في عدن كفدائيين، يعني أنا أقولها كل صراحة، والزملاء في الحكومة يعني من أفضل الكوادر وأبعد ما يكون عن تهم الفساد الذي تردد ليل ونهار، الذي هي
يعني تهم ليس لها أي سند. أصلا نحن حكومة بلا ميزانية، كل الميزانية هي مرتبات تدفع للناس. نعم، في الحديث عن العودة إلى عدن، وما هو يعني يبدو أن الحكومة تعمل في اتجاه والتحالف في اتجاه، السعودية في اتجاه، الإمارات في اتجاه، كل لا توجد إرادة واحدة، وبالتالي هذا ربما هو سبب الخلل الكبير. التحالف لا يريد حكومة في الأرض، وهذا السلوك يتناقض مع فكرة التدخل لإنقاذ هذا البلد. إقالة رئيس الوزراء السابق ربما يقال أن السبب كان هو اعتراضات أو مواقف تجاه قضية سقطرى وعدد من المواقف السيادية. ماذا يريد التحالف من الحكومة، وماذا تريد الحكومة من علاقتها بتحالف لا يقيم أو لا يقيم أي وزن لمطالبها أو حتى لأصواتها أو حتى ليدعم جهودها للعمل في الميدان؟ هو شوف، يجب أن نفرق بين أطراف التحالف. الأشقاء في المملكة العربية السعودية مواقفهم أفضل، وتفهمهم للواقع يعني بالتأكيد أفضل، ونحن نتمنى منهم أن يطوروا هذا المفهوم وهذا الموقف الذي لديهم، ويدفعوا باتجاه توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية الميليشياوية مع أجهزة الدولة. نحن نتمنى أن يدفعوا بكل جد نحو هذا الاتجاه. شقائنا في الإمارات مدعوين، لأنه اليمن ما دام فيه هذا الشعب المكافح والصابر لن يستسلم لأي دعاوي للتفتيت أو للتشطي أو أن تستمر الحالة على ما هي عليه. وأنا لا أتهم الأخوان في الإمارات بشيء، لكن أقول لهم ساعدونا، أنتم جئتم لمساعدتنا، أنتم بذلتم الكثير، أنتم يعني أتيتم بجنودكم الذين استشهدوا، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. يجب أن تكملون هذا العمل الذي قمتوا به بأمر يخدم اليمن. نعم، وليس في اتجاهات أخرى. معالي الوزير، لاحظنا خلال الفترة الماضية كيف تحول المزاج الشعبي. ربما كان هناك تفاؤل بدور التحالف، كان هناك يعني إلقاء اللوم على الحكومة فقط. خلال الفترة الماضية وخلال سقوط انهيار العملة المحلية، لاحظ أن الناس وجهوا اتهاماتهم أو أصواتهم، رفعوها مباشرة إلى التحالف وحملوها المسؤولية. وهذه ربما كانت يجب أن تكون رسالة للتحالف لتغيير سلوكه. هل وصلت الرسالة؟ بالتأكيد الرسالة وصلت، ولكن تعرف يعني التقييم أحيانا يكون أحيانا جيد وأحيانا إلى حد ما. الوضع على الأرض تحول إلى غضب. حينما بدأت المعركة كانوا الناس يودون أن يضعون أشقاءنا بالتحالف في أعينهم وفي قلوبهم، لكن بعد 3.5 سنوات وهذه المعاناة بدأ يتغير المزاج الشعبي، وهذا الغضب سيتحول غدا إلى انفجار. ربما لا ندري على كيف سيحصل إذا لم نشتغل من هذه اللحظة لامتصاص هذا الغضب وإعادة الأمور إلى مجاريها. الناس لا تؤمن بالميليشيات. الإنسان لما يأوي إلى بيته يريد أن يطمئن على أمنه الشخصي، على أمن أولاده، سواء كانوا هو في العمل أو كانوا أولاده في المدرسة أو كانوا الناس في الشارع. إذا لم يطمئن الإنسان سيغضب، ومن ثم سيخرج ولا نستطيع أن نتحكم بأفعاله. لذلك الأشقاء في التحالف مطلوب تقييمهم للحالة، وأن يشتركوا طبعا مع الحكومة الشرعية بإعادة التقييم، ومن ثم نصل
إلى حلول، وهذا من مصلحتهم. ما الذي سيجبر التحالف على تقييم العلاقة وتغيير يعني سلوكه، خاصة أنه لا يرى أن هناك ضغط حكومي واضح؟ يعني نلاحظ أنه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين لا يتحدثوا في أي شأن، ولا بل على العكس يظهروا أن العلاقة مع التحالف سمنة على عسل وعشرة على عشرة. يعني هو شوف الاعتبارات السياسية والدبلوماسية أيضا أحيانا تفرض أن يتحدث هذا الوزير أو ذاك بهذه الطريقة أو تلك، لكن أنا الذي أعرفه أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يبذل كل الجهود، وبعدين تعرف يعني نحن ضيوف، نعم، والضيف في حكم المضيف. يعني طالت حالة يعني للضيف ثلاثة أيام اليوم أكثر من ثلاث سنوات باعتقادي انه يفقد المرء. لو 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 اشتغلنا وساعدونا الاخوان بالتحالف على توحيد الاجهزه الامنيه والعسكريه ودمج هذه الميليشيات وايجاد وتقويه للسلطه والمؤسسات الدوله، كنا قد حررنا صنعاء، كنا قد حررنا اليمن. لكن استمرار هذا الوضع شيء مؤسف جدا. هل هذا مثلا ما يدور في عدن والمناطق المحرره له علاقه بمخاوف من المستقبل في حال انه ميناء عدن عمل بكامل كفاءته وطاقته، تحسنت الاوضاع في اليمن، بامكانه ان يكون جزء من مشروع كبير تجاري له علاقه مثلا بطريق الحرير المشروع الصيني، وبالتالي الذي سيستهدف بالتاكيد ميناء دبي؟ نحن مسكونين بعقده المؤامره للاسف شعوبا وحكاما. وإلا أنت تشوف في شرق آسيا كلها نمور ومع ذلك متعايشين ومتكاملين. أوروبا كلها دول صناعية كبرى ومتعايشين ومتكاملين، أمريكا وغيرها من المناطق. لماذا نحن يعني نظرتنا للوضع أنه عدن بينافس دبي وأنه مكان هذا بينافس المكان ذاك؟ لماذا لا تكون نظرتنا ونظرة الأخوان بالخليج، نظرة الأخوان بالسعودية، بمنطقة، بالعالم العربي حتى كله، أنه تكون وجهة نظرنا أنه نبني ونتكامل ونرتقي زي العالم؟ نعم. مثل العالم، نحن الآن في الحضيض، يعني عالم عربي يسقط ويستمر في السقوط، هذا أمر لا يجوز. في إذا ذهبنا بعيدا عن هذه القصة وحاولنا بعث رسائل إيجابية، هل من رسائل إيجابية لليمنيين خاصة فيما يتعلق ب عودة العمل في مطارات مقفلة، فتح خطوط طيران جديدة، السماح لوصول طائرات أو شركات أجنبية للعمل في اليمن في مجال الطيران، في مجال النقل البري والبحري؟ نحن نتمنى أن يتم راجعة كل هذه الآليات وهذه المنظومة التي وجدت مع هذه الحرب في مطاراتنا وفي موانئنا وفي مؤسساتنا، لكي نستطيع أن نعمل ولكي نستطيع أن ننمي هذه المناطق المحررة ونسد احتياجات الناس. الآن الناس أصبحوا يبحثون عن الاحتياجات الأساسية ليبقوا أحياء، ما بالك بالتنمية وغيرها من الأحلام التي عندنا. وهذا 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 يعني شيء معيب على كل من هو يقوم في هذه المناطق يعني. ونحن طبعا نبذل جهود كل في مجال عمله، لكن نتمنى أن يتطور موقف التحالف. وأنا أقولها يعني وعلى رؤوس الأشهد، يجب أن يتطور موقف التحالف تجاه الوضع الراهن، ويتم إعادة تقييم لكل المنظومات هذه التي أنشئت من الرقابة والتفتيش والتعامل وهذه الأجهزة، لأنه يعني يجب لا يحلم البعض من 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 الذين ولا نسميهم وهي قوى كثيرة، نعم، بأن هذا البلد سيكون لقمة صائغة. أبدا، نحن في اليمن لنا تجربة مع التاريخ والجغرافيا، ونحن بلد حقيقي ونعتز بأنفسنا. واليمني هذا الكادح الفقير هو حر وكريم، نعم، ويجب أن يعامل على هذا الأساس.
على هذا على ذكر هذه الآلية، لاحظنا أنه هناك منع للطيران اليمني من التعليق في الأجواء اليمنية، من استخدام جميع المطارات، من حتى الطيران اليمني لا يستطيع الطائرات أن تبيت في المطارات اليمنية، وهذه ربما تكلف الدولة أو تكلف الحكومة مبالغ طائلة. أليس الأجدى أن يتم منح تسهيلات لليمنيين لطائراتهم لاستعادة جزء من الحياة في المناطق المحررة بداية؟ هي هذه مشكلة الآليات التي ذكرتها لك، آليات الرقابة والتفتيش والمنظومات التي أسسها التحالف مع هذه الحرب والتي لا زالت مستمرة، وبعد أن تحرر يعني معظم أرجاء الوطن يعني لم نعد بحاجة إلى كثير من هذه الآليات. لذلك كما قلت لك نخاطبهم ونناشدهم أن يعني يعيدوا التقييم، يعيدوا النظر، فهذه لا تخدمهم على الإطلاق. استمرار يعني هذه هل نكتفي بالمناشدة ما لم يكن هناك أدوات ضغط حقيقية؟ الرئاسة تقدم احتجاجات، الحكومة اليوم شاهدنا رئيس الحكومة قبل يومين يتحدث عن برنامج وصلاحيات اقتصادية أو برنامج اقتصادي. المسار السياسي والعسكري من يتولى هذا المسار في حال إذا كانت الحكومة معنية فقط بمحاولة إيجاد بعض الحلول؟ هل تمتلك معين عبد الملك رئيس الوزراء الجديد عصا سحرية بإمكانه أن يغير الواقع؟ هل سيغير التحالف نظرته وسيسمح للحكومة بالعمل من داخل البلد؟ هذه أسئلة جميعها تحتاج إلى وقفة حقيقية وإجابات يعني صادقة. دكتور معين شاب وطموح ومخلص ولديه قدرات كبيرة جدا، أيضا لديه الحماس لكي يعمل، لكن هذا يعتمد على تعاون الأشقاء بالتحالف، ويعتمد مثل ما قلت لك على توحيد منظومة الأمن والأجهزة العسكرية. لأنه إذا كنت أنت تعمل وفي عصا فوق رأسك واحد ماسك عصا فوق رأسك ما لا تستطيع. السؤال الأخير ربما الآن، هل نستطيع نقول أن في ظل توقف معركة استعادة الدولة وعدم وجود أي دفع لعملية حسم عسكري، هل نستطيع نقول أن عملية التحالف انتهت يعني، وأن المعركة الآن يجب أن تنتقل إلى اليمنيين لإدارة معركة استعادة الدولة بأنفسهم؟ هي المعركة لا زالت مستمرة، ونحن حريصين على التحالف. نعم. أيضا نحن حريصين على التحالف لأننا نواجه إيران، لا نواجه الحوثي نحن فحسب، ولكن نواجه إيران نفسها. تخيل سيطرة إيران على اليمن، ماذا سيكون عليه الحال في المنطقة؟ لكن مواجهتنا لهذا المشروع الإيراني فيها ألف مشكلة ومشكلة، وعلينا كما قلت لك وكررت أن نعيد التقييم نحن وأشقائنا بالتحالف للوضع القائم. وأنا أقول أيضا نحن اليمنيين بسطة وطيبين، ويحدث فينا الجميل أثرا كبيرا جدا. نعم. لكن يجب أن لا يراهنوا البعض على أننا سنستمر في قبول كثير من الأوضاع بصراحة. نعم. هذا وطننا وهذا شعبنا، ونحن نعيش في مأساة. نعم. فيجب أن يساعدونا وأن يقفوا إلى جانبنا لكي نجتاز هذه المرحلة، ونحن أيضا نصحح وضعنا يعني. نعم. نحن أيضا وضعنا ليس بالمثالي، ولكن نقدم ما نستطيع، ونحن يجب أن نتفائل دائما برغم كل شيء إن شاء الله. سعادة الوزير دهمنا الوقت، انتهى وقت البرنامج، وكان هناك الكثير من القضايا التي لم يسعفنا الوقت لتناولها، لكن كنت سعيد جدا بوجودك معي في هذه الحلقة، واحتمال أسأل أسئلة التي ربما بعضها سيثير كثير من الحساسية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. طبعا أنت أخذتنا إلى جوانب عديدة وسألت عن أمور كثيرة. أنا كنت حريص في فترة أنه أنا أسكت، لأنه أنا 1 من 30 مليون. نعم. ولكن ضميري وواجبي الوطني يحتم علي أن أكون مناضل وليس موظف.
وأنا ذا وإن شاء الله أن أكون كذلك دوما وأبدا. شكرا جزيلا معالي الوزير. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني. نلقاكم في لقاء خاص في مرة قادمة. شكرا جزيلا.